راك حاموا حالكم، راك حاموا حالكم بقى لانه ما في وقت. مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل. بفيديو جديد. يمكن الفيديو بالاول is a little bit scary but for a reason I want to make a point. الجمله راك حاموا حالكم دائما بقولها، ولا مؤخرا صرت عم بقولها كثير للي حوالي من الاصحاب ومن العيله، لانه بالاساس عم بقولها لحالي for the past 2 years. ان شاء الله قبل رمضان بشوي رح تصير سنتين انا متذكره ولا بتذكر الاحداث، لانه بيكون فيها major turn down ولا turn up ولا turn around باي اتجاه بتكون اياه بحياتي. وهيدي الجمله فعلا غيرت من حياتي، ما رح اقول at 100%، بس الشغلة بالاول بيكون عندنا مستحيل نعملها and then بنجرب مرة واثنين وثلاثة بتصير صعبة then مرة واثنين وثلاثة يومية and then بتصير شوي هيني and then بتصير هيني and then بتصير من روتيننا ولا من طبعنا وطبائع. هيدي الجملة بقول ارحموا حالكم قلتها لحالي as I said من سنتين قبل رمضان تقريب الشهر، لاني I'm a perfectionist. شو معناته؟ عم دور على الكمال، مش الكمال اللي بنعرفه كلياتنا يلي الكمال لله، مش هيداك ابدا، بس بحب الاشياء تكون مثل ما انا مخططة لها، مثل ما انا مصوراها براسي to the dot بالنقطة والفاصلة. وهيدا الشيء في وقت طويل جدا كان منيح، بس وصلت لمرحلة للأسف ما فيني اتحكم بكل شيء من حوالي سواء الناس ولا الظروف، فصارت شوي القصة صعبة عندا، صارت القصة عم بتأثر على أعصابي وعلى صحتي، لأنه إذا ما كانت الأشياء مثل ما أنا بدي إياها بالترتيب اللي أنا بدي إياها بصير عم بعصب وأعصابي عم بيرقصوا، وأوف كورس هيدا بيأثر على صحتي and that's when I've decided ما رح أخذ كل شيء مش على محمل الجد. هيدي الشغلة غلط، الناس بتقول ما تخدي الإكس من الأشياء على محمل الجد. الجد هو يلي بيخلينا disciplined بحياتنا، بيخلينا نقدر مثل ما في ناس ولا أغلبية الناس بتقول، مع إنه أنا ما كتير يعني بحبدها، إنه ننجح بحياتنا. كنت قلت بكذا فيديو قصة النجاح والفشل، ما كتير أنا بآمن فيهن، بس مش موضوعنا هلأ. قصة الجملة لقيت حالي عم بقولها لأمي لأختي لأصحابي take it easy، هونوها على حالكن، ارحموا حالكن من الآتي. المواعين ما بيخلصوا، شغل البيت ما رح يخلص إذا عملتيه كاملا ولا قصرتي في يوم من الأيام، it's not a big deal. أنا ما عم بقول تركوا بيوتكم تعفن، تركوا بيوتكم تدود، ما عم بقول هيدا شيء، بس أنا عم بخاطب البنات والصبايا والنساء يلي عندهم هدف معين ببيوتهم، وإذا ما وصلوا لهيدا الهدف تتعب أعصابهم وتتلف أعصابهم. من نظري خدوها هونوها على حالكم، لأنه إذا ما كملتوا شغل البيت اليوم ما راح تموتوا، بس إذا ضغطتوا على حالكم بشغل البيت اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بعد بعد بكرة، بيوصل الحال لجسمكم it doesn't take it anymore، وبالتالي بينكسر ولا بينهدم، بما معناه انه الوحدة بتتعب، الوحدة بتتأثر صحتها، بيتأثر اعضائها whatever هيدا العضو. فنصيحة مني ليكن وخصوصا هلأ جاي مولاي رمضان، مثل ما ماما وستي الله يرحمها بيقولوا، ولا ستي كانت بتقولوا ماما هلأ بتقول، رمضان جاي على الابواب والتجهيزات شيء لا يوصف in a very bad way، على التنظيفات على الطبخات على التجهيزات خصوصا للتنظيف. انا بعرف حالي عم بحكي عن عيلتي امي وخالاتي الى اخره، تنظيفات رمضان اسبوعين وهني عم بينظفوا، بيجي رمضان كل شيء بينقلب لانه كل سيستم الاكل طبعا بينقلب. ما رح اقول كانه ما عملوا شيء، بس ليش بدي انزل صحتي واهلكها اسبوعين
ورمضان كل واحد عنده طقوسه، سواء بالعبادة سواء بالأشياء اليومية، إذا قبل الإفطار إذا بعد الإفطار، إذا قبل السحور إذا بعد السحور. بدنا نجهز لرمضان ونحن صحيا قدرانين نصوم، زائد كل واحد العبادات تبعه ولا كيف الطقوس العبادات يلي يعملها during the holy month of Ramadan. وطبعا هيدا ما بيقتصر بس برمضان ولا قبل العيد ولا بعد العيد. It's a lifestyle، مش بس بالبيت وغسيل المواعين وغسيل الثياب وتنظيف البيت. Not at all، هيدا بيقتصر على كل الشهور. We have to take it easy. Please، عم بقلكن إياها من قلبي خالصا، لأنه أنا شفت قدامي، وأكبر دليل أمي وأكبر دليل قدامي هلأ هو أنا وحالتي. لأنه كل إشي اللي تعلمتها من أمي وستي وعيلتي، إنه غسيل البيت، حك حكة الحيوط والسقف، تنظيف أركان البيت، التنظيف ما رح يخلص. بس يلي خلص بصراحة صحتي، لأنه صار عم بغسل كمان أنا، بنظف البيت على أسبوع كل يوم بنظف شقفي منه، لأنه صحتي ما عم تقدر لا نظف كل البيت مع أنه متر في متر بنهار واحد. بس أخدوها بيت باي بيت شوي شوي، لأنه أهم من نظافة البيت هي صحتكم، أهم من نظافة البيت هي سلامة إيديكم، أهم من نظافة البيت هي جهازكم التنفسي والعصبي. زائد قصص شوي صغيرة، إذا عندكم شي بلان وما زبط، always always اعملوا بلان بي وسي ودي. أنا هيدا اللي صار عم بعمله، مش بس من سنتين، من سنين طويلة، لأنه كان دايما عندي بلان اي دي وان اند اولي. إذا ما زبط فبضلني على أعصابي وعم بنفقس وعم بعصب، وطبعا هيدا بيأثر على الصحة. all what I do إنه البلان A وبشتغل عليه، مش إنه عملة بلان وبقعد بشتغل عليه، بس منزلة في راسي ولا في بالي إنه إذا ما زبط هيدا البلان I'm gonna be moving to plan B، إذا ما زبط هيدا البلان بي I'm gonna move to plan C إلى آخره. وعندي هيك سلاح سحري صار عم بستخدمه من الكم سنة اللي فاتوا، بيكون عندي the last plan يلي هو combination من plan A وال B وال C كلياتهم مع بعض شوي شوي شوي، لأكون أنا راضية ولا أرضي جميع الأطراف. زائد for the past couple of years والأكثر، قبل ما افتح القناة دربت حالي نوعا ما انه كيف اتقبل الموضوع اذا ما زبط ولا بلان، وهيدا يمكن رح خليه ان شاء الله بفيديو بالمستقبل. فيا رب يكون عجبكم الفيديو، ويا رب ترحموا حالكم بقى. بتمنى لكم انهار سعيد وايام وحياة كليات سعيدة ومليانة بالفرح والسعادة والهناء والسرور. اذا عجبكم الفيديو you know the drill، اللايك، شاركوا بالقناة، بشوفكم فيديو جديد. Thank you so very much for watching. Bye bye.